الجنسية هي عطينا كونتر الإسرائيل فيها خدمة والدار تعيش مزيان تمشي ولا تمشيش لا لا شوفو كان لا في غيمشي شوفو كان لا علاش ما نمشيش بلادي زوينة مالا بلادي مزيانة دابا طلعينا مع ناس ها فشي كيقول لك مشكل مشكل بين اسرائيل وفلسطين ما نقدرش انا نمشي نخلي بلادي فيها خدمه فيها سميتو نمشي ولا ما شي حاجه مستحيله اكد اه واخا فيها الدار والخدمه وصالح مزيان واخا فيها الخدمه واخا فيها اللي فيها ما لا ما نمشيش لا علاش هكا كان مسلم وهما محتلين وما اصلا اسرائيل ما كايناش ماشي دوله وما مستعمرين فلسطين هذيك ماشي دوله هذيك خصك تقول فلسطين ما تقولش اسرائيل انا جاوبتك انا مشيد زعما واخا اسرائيل لو تحكي لها فلسطين غزة راه نموت وكاع باغينا نعيشوا واش الكونترا واش الكونترا واش هما يجيو عندنا المغرب تا كونترا واش تمشيو لا ما نمشيش بلادنا بلاد الخير وعندنا تبارك الله ما عندنا الحصاد ما بلادنا راه بلاد الخير فيها الخدامي فيها تبارك الله احسن ملك محمد السادس الله ينصرو لينا مالي بلادو علاش حنا غادي نمشيو حتى لبرا حنا خصنا الدعم في بلادنا في المغرب بلادنا باش نهزو علاش نخليو بلادنا ونهزو بلاد اخرى والله ما نهزو بلادنا نهزو بالدرابو حنا خصنا نهزو بالدرابو تاع المغرب لا ما نقدرش نمشي علاش نمشي اللهم بلادي ناكل فيها طرف الخبز انا ناكل نص خبزه في النار وعندي بلادي احسن من اليمن علاش ندير في اسرائيل اذا ما ضامن لك كل شيء فيها لا انا ضامن رضات الوالدين نبقى حدا والدي المجاهد لا جات شي مونجا مع الله سبحانه وتعالى ما نقدرش نمشي لاسرائيل ولا شي بلاد حتى امريكان كاع ولا الغربه ما نقدرش نمشي لها دابا طلعينا مع شي مغاربه قال لك بقيش مشكل زعما اسرائيل داك المشكل بين اسرائيل وفلسطين زعما حنا ماشي سوقنا المهم اننا انا سوق لا نعيش بمسوق انا عايش دابا بخير الحمد لله تيجي بلا مصاري ما نقدرش نمشي نخوي بلادي نقدرش نخوي بلادي انا مشيش العالم كله كيحارب اسرائيل وانا نمشي نخدم فيها شكون هاد العالم كله كيحارب اسرائيل وهذا الشيء اللي كيوقع في الدنيا مناش بسبب من لا اسرائيل كتحارب العالم ماشي العالم كيحارب اسرائيل وات هاد الحروب هاد الشيء كلشي اللي كاين بسبب من بسبب ماما دابا طلعنا انا مجموعه ديال المغاربه تيقول لك كاين مشكل لا ما نمشيش زعما شني ك رأي شخصي ما نمشيش علاش لا مالا شنو فيها مال اسرائيل زعما دول الاحتلال اسمح لي خويا شي بلاصه غنعيش فيها ما فهمنيش غلط انا ما فهمكش بلاصه غنعيش فيها بخير فهمتي يعني ما فيها باس هي في اسرائيل كيقولوا لك الدين ديالك صلي وما تصلي ما كيقولوش حول الدين ديالك اصلا اليهودي كيجي من الفتره عشان كيجي بفترة ما عمرش واحد يكون يكبر يكون مسلم ويولي يهودي مستحيل اصلا ما يقبلوش بكهم فهمتيني الله اعلم داكشي ديال الاحتلال والاحتلال انا ما عنديش مع داكشي انا اسرائيل قالت لي جيك وغتوجد لي صالير وتما نتزوج وندير وليدات شي وحده مسلمه فهمتي نعيش بخ ما فيها باس علاش لا كاين شي مشكل اسمح لي ماشي باش تقول حق هذا اسرائيل انا فلسطين معاها ولكن حق ندوي على المعيشه اما نقول لك هي اصلا ما سميتهاش اصلا ما سميتهاش اسرائيل هي سميتها فلسطين هذيك غير هما شدوها وداروا لها هذا ولاش اسرائيل لا ما مشيش خويا ما كنعرفش ديك البلاد اصلا ما كايناش ما مشيش لها ما كايناش دوله اسرائيل كاع فلسطين مقسومه على جوج هذيك كاع ما كاينه اسرائيل دابا طلعينا مع الناس الغالبه حالنا ايش المشكل نمشيو دونك فيها الخدمه وفيها الفلوس فيها الاعاقه فيها المدى فيها الدار وكلشي ما عندنا الله يسهل عليهم انا بعدا ما مشيش دابا واش لا ما باغيش نمشي ما كنعرفش انا ديك الدوله اصلا نمشي لفلسطين ومشيش اسرائيل لا ما نمشيش علاش المبادئ ديالي ما تسمحش لي تيقتلوا ما فلسطينيين واصلا هذيك الدوله ما عندناش معاه حنا دابا طلعت مع الناس مغاربه مسلمين قال ما كاينش مشكل قال لك لا انا بالنسبه لي انا تندوي على راسي ما نمشيش لاسرائيل واخا يعطوني 20 مليار والله ما نمشي متاكد نمشي نجي ضد الدم وما نمشيش لاسرائيل نخدم عندهم متاكد عن قناعه الا كانت الخدمه نمشي نخدم ما عندكش مشكل زعما اسرائيل دوله محتله فلسطين لا واش الدخل ديال اسرائيل في الاحتلال ديال انا ما كاينش مشكل ما عنديش مشكل نمشي نخدم الا كانت خدمه لا ما نمشيش اشوفك لا
اشوفك لا والو هذا بيني وبين انت بيني وبينك بالصراحه اخويا باش نقول لك حنا عايشين الحمد لله اللهم لك الحمد ما خصنا والو المغربيه حاجه بغيتيها موجوده الانسان يعرف كيفاش يسير راسو كاينش علاش غتهاجر حنا اصلا دابا مهاجرين شغل فرنسا شغل اسرائيل لا انا بعدا من جهتي انا ما نمشيش اش غنقول لك تفضل نمشي لا واش تمشي ولا ما نمشي نمشي ما عندكش مشكل ما عنديش مشكل زعما فلسطين والقدس وغزه عادي ما كاينش عندي انا عادي علاش عندك بالنسبة طلعينا دابا مع ناس يقولوا لنا لا القضية الفلسطينية وحشومة مسلمين وديك دولة محتلة استعمار تطلق فوضى المسلمين انت شكيف بالك هادشي انا نعيش مسلم ديال راسي وهذيك البلاد المهم داكشي اللي في هذيك البلاد كيبقى فيها انا مسلم كنبقى مسلم وفيما فيما مشيت خصني نكون مسلم وراجل انا ما نمشيش علاش ما نمشيش؟ ها؟ لا كانت شي خدمه اللي نقدر نمشي ميسي ونرجع بحالاتي ما نستقرش تما لازم انا ديجا كنت فرنسا وما استقرتش تما لا اسرائيل ما نمشيش لها علاش ما كاك لا حنا دابا طلعنا مع ناس قال ماشي مشكل هذاك الشيء اللي قلت لك فوالا هذاك الشيء بيناتهم بالنسبه لي انا كان ميسي وتما نقدر نمشي نقضي ونرجع لبلادي مشي ما عندكش مشكل ما عنديش مشكل لا ما نمشيش علاش هو اسرائيل لا الخدمه الدار مدام كلشي واش غادي نخلي انا بلادي ونمشي لاسرائيل هذا مشكل لا ما نمشيش ليهم واخا عطيني ما عرفتش شنو هو نمشيش لاسرائيل لا اسرائيل دوله احتلال فلسطينيه دوله احتلاليه وكتقتل في المسلمين علاش نمشي ليها انايا وكاين الناس دابا طلعيناهم قال لك ما عندكش مشكل نمشيو لا ما كل واحد العقليه ديالو كونتر اسرائيل نمشي ليه علاش ما عنديش مشكل زعما قضيه فلسطينيه الله راه سبحانه وتعالى راه خلقنا اربعه السماوات راه كاين الانجيل كاين القران كاين انا لان كل شيء الديانه كلها متسامحه راه تشوف انا دوله محتله فلسطين وا داك الشيء راه شغلهم كيعرفوا هما بعضياتهم شوف شنو داروا هما انا ما عندي حتى شي اشكال هذاك الشيء راه يفرقوا بعضياتهم تنوبهم على راسهم لا ما نقبلهاش هذيك غير هكذاك دوله يهوديه ما نقبلش نمشي لها علاش غادي نمشي لها لا ما عايش في الدول لا ما نتقبلهاش نعيش متشرد في المغرب وما نعيش في اسرائيل بغيت نبقى في المغرب وما تمشي لاسرائيل ما كتعجبنيش ما كتعجبنيش لا اوكي ما كتعجبنيش وبغيت نبقى في المغرب We'll be right back.